ضمان بها لمدة 10 سنوات. اللي ما يعرف شركة هايسنز هي الراعي الرسمي المونديال فيفا قطر 2022، وده شفتوا الإعلانات مالتهم موجودة بكل أنحاء الملعب. طبعا هذه منصه كفاءه الطاقه، راح تجي حجم الجمال 605 لتر، حجم صرفه الثلاجه 342 لتر، مستوى الضوضاء بالديسبل. اول شيء من تطبع على هاي الثلاجه راح تجذب نظرك او راح يجذب نظرك يلا حيهم متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله بخير وكل عام وانتم بخير بشهر رمضان المبارك او بحلو شهر رمضان المبارك. اتمنى ان عاد عليكم بالصحه والعافيه. بهذا الفيديو راح نتكلم على ثلاجه مع مجمده مع جهاز راقي جدا من هايسنز، جامع لك 3 اجهزه بجهاز واحد. راح نتكلم على تفاصيله وعلى سعره وعلى اداء مالته. لكن قبل كل شيء مثل ما عودناكم تصلون على النبي محمد وتفعلون زر الجرس والاشتراك بالقناه. بالبدايه راح الجهاز اللي وياكم او راح نتكلم عليه هو جهاز من هايسنز، ثلاجة بارتفاع 180 بعرض 80 سنتيم، ثلاجة كلش حلوة، حجمها كبير، مقصرين بالارتفاع ومطولين بالعرض مالتها، فراح تكون ثلاجة عملية. هاي الثلاجة يعني جابت لك 3 اجهزة بجهاز واحد، شلون؟ راح تكون مجمدة، راح تكون ثلاجة، راح تكون براد، تحتوي على براد. يعني إذا نصبت هاي 3 اجهزة بشكل عرضي راح ياخذ المترتين، لكن أنت أخذت 3 اجهزة بعرض 80 سنتيم، يعني هذه الجهاز يستفادون منه من اللي ما عندهم مساحة أو اللي يريدون يختصرون تشغيل الثلاجة والمجمدة بجهاز واحد. قرب العلاوي، الثلاجة راح تكون هي ماركة هايسنز، ضمان بيها لمدة 10 سنوات. اللي ما يعرف شركة هايسنز هي الراعي الرسمي المونديال فيفا قطر 2022، وده شفتوا الإعلانات مالتهم موجودة بكل أنحاء الملعب. طبعا هذه منصة كفاءة الطاقة، راح تجي حجم الجمال 605 لتر، حجم صرفة الثلاجة 342 لتر، مستوى الضوضاء بالديسبل. أول شيء من تطبع على هاي الثلاجة راح تجذب نظرك أو راح يجذب نظرك هو التصميم مالتها. التصميم مالتها راح يكون كلاسيكي جدا، دون أي أزرار، دون أي إضافات. تصميم سهل وسلس بنفس الوقت، ماكو اي ازرار خارجيه، تجي من الستانلس ستيل بالكامل، والستانلس ستيل كلنا نعرف انه يكون مقاوم الصدى والعوامل اللي تكون بها الثلاجه، من حراره، من بروده، من ماي، من رطوبه، يكون مقاوم الستانلس ستيل. الثلاجه راح يكون بها ميزه كلش حلوه، تقدر تفتحها من الجهتين، يعني اذا تلاحظ تقدر تفتح الباب من هذا الجانب وتقدر تفتح الباب من الجانب المقابل. شوف خليكم يده مال الباب هنا، واذا تلاحظون هنا ايضا خليكم يدات مال الباب، لكن اذا اردت تفتح من هالجانب لازم تحاول النورمايد مالتها من هذا الجانب لهذا الجانب. هذا البراد مالتها راح يكون موجود هنا، الثلاجه راح يكون الفوق مالتها ثلاجه والجو مجمده. الفوق اذا تلاحظون عليه اول ما نفتح راح تكون بيها خزانات 2 مع خزان المي. نشوف الخزان مال المي راح يكون بسعة تقريبا 3.5 لتر، وأيضا الخزان الثاني مالتها راح يكون حافظة للمواد الغذائية. عندنا هنا مكان فارغ، هذا الخزان مال الخانة الفوق. بالنسبة لثلاجة الهايسنز، أول ما نفتح الباب راح نلاحظ أزرار التحكم تكون موجودة بسطح الثلاجة، تقدر تتحكم به بكل أجهزة الثلاجة مع المجمدة. هاي ميزة كلش حلوة، أنه يبعدونها عن الأطفال ويبعدونها عن الاستخدامات العبثية، مثل ما نقول خطار يجي يدوس بكيفه، لا ماكو شيء بعد، لأنه لازم تفتح الباب أو لازم توصل لهالمكان هذا يلا تقدر تتحكم بها. بالنسبة لنظام تحكمه راح يكون كلش سهل، قرب لعلاوي، كله راح يكون تاتش لمس، تقدر تشغل المجمدة والثلاجة من هنا، تقدر تتحكم بالفريزر، تقدر تتحكم بالثلاجة وهذا الفريزر، منها درجة الحرارة تنزلها وتصعدها، منها عندك الأنظمة اللي تحتاجها. اكو نظام موجود بهاي الثلاجة كان ما موجود ببقية الثلاجات الهايسنز ولا الهيتاشي ولا الالج ولا اي ثلاجة تستخدم نظام البخاخ اللي هي نظام السوبر كولد. هذا النظام كانوا يعانون من ثلاجات العالم هواي بالنسبة للي يستخدمون البخاخ، انه البرودة مالتها مو قوية او ما تظل محافظة على البرودة. بهذا النظام راح تشغله راح يعطيك مضاعفة لنظام تبريد الثلاجة مو المجمدة، فراح نحصل على تبريد اكثر وسرعة اكثر بالتبريد، وراح نحصل على اداء مقارب للتجميد. بالمقابل اكو نظام ثاني خاص بالمجمدة اللي هو السوبر فريز، هنا راح يزيد درجة حرارة المجمدة وتقدر تتحكم به انت. نظام الانرجي سيفنج نظام هو نظام حفظ الطاقة عن طريقة تقدر تشغله وتقلل استهلاك التيار الكهربائي بالنسبة للثلاجة. بوقت الشتاء بوقت الربيع ما نحتاج انه الثلاجة تبذل اقصى جهد لها، فتقدر تشغل نظام الانرجي سيفنج
كلش كافي عليك بالنسبه للشتاء. داخل مالتها راح يجي بنظام تبريد توتال نو فروست، اي نظام ما له تكون ثلج، ونظام التبريد من ميلت اير فلاور. ميلت اير فلاور نفس النظام المستخدمينه بثلاجات ال جي واغلب الثلاجات العالميه، نظام تبريد اثبت جودته واثبت كفاءته، وايضا راح يكون به نظام تنقيه ذاتي اللي احنا نطلق دائما عليه نظام النانو تيتانيوم اللي يمنع تكون روائح كريهه اللي راح يكون بهالجانب هذا. هذا راح يتم تدوير الهواء بشكل 360 درجة حتى ما يخلي الهواء يكون بريحة أو ما تصير ريحة مو طيبة بالنسبة للثلاجة. خزانات موجود بيها، رفوف جام سيفتي جلاس، ثلاث رفوف عندنا، وعندنا مجر اللي هو خاص بالفاس فريش بوكس أو خاص بالطعام الطازج، خاص بالفواكه أو باللحوم. بالنسبة للمجمدة، أول ما نفتح خانة المجمدة اللي هي جوا راح نلاحظ عندنا ثلاث خزانات، ولاحظ جهاز الايس ميكر راح يكون موجود بيها. هذا الجهاز صانع ثلج موجود بيها، عندنا المجر الاول هذا تقدر تحفظ بيه الاكل، وعندنا هذا المجر الثاني. اذا لاحظ حجم المجر راح يكون حجمه عملاق جدا، يعني ياخذ مساحه كلش كبيره. هذا المربع او هذا البوكس من هنا ينزل عندنا مكعبات الثلج اللي راح تكون هنا، وايضا عندنا الخزان الاخير يكون حجمه اكبر. طبعا الخزانات تبدي بالتسلسل من اصغر خزان حد ما تنزل توصل لأكثر أو أكبر خزان. بالنسبة لضمان هذه الثلاجة راح يكون فيها ضمان لمدة 10 سنوات، خمسة الباب. يا أخي موسم تكرمون بق كلش صار علينا، جبنا جهاز مواد وياها. بالنسبة لسعرها راح يكون سعرها 979 ألف دينار. بالنسبة للضمان راح يكون فيها ضمان 10 سنوات. بالنسبة للتوصيل متوفر توصيل كل محافظات العراق. عنوانها كرادة خالد القابي، ثانوية إمام جواد، وحياكم الله وألف هلا بكم.